سمر، وصلنا لأولى فقراتنا لليوم والإنجازات السورية اللي مو ممكن توقف ولا لحظة حتى رغم هي الجائحة، جائحة كورونا. بيستطيع دائما الفريق السوري بمختلف المجالات أنه يحقق ويحجز له مكانة بمختلف أنحاء العالم، واليوم تحديدا رح نحكي عن الأولمبياد يلي حقق طبعا باقة من الإنجازات العالمية بمواهب مميزة، سواء في مادة الفيزياء في الأولمبياد الأوروبي العالمي والذي أقيمت منافساته عن بعد خلال شهر تموز الحالي وبمشاركة 57 دولة. أكيد يا فرح، ميداليتان برونزيتان للطالبان عمر برهاني وصبحي أبو ردان، وشهادتي تقدير لبشير الرفاعي وعبد الله حسني، وحضور سوري عالمي مميز يتحدث عنه الدكتور عقيل سلوم رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد العلمي السوري للفيزياء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أول شيء مبروك لنا كلياتنا هذا الإنجاز. شكرا. دائما احنا بنفتخر بالانجازات السوريه، كيف اذا بمثل هي الظروف الصعبه؟ خبرنا بالاول عن فكره المشاركه عن بعد وكيف تم الاعداد لها. طبعا معروف انه سوريا كانت تشارك دوما بالاولمبيادات العالميه ومنها الاولمبياد العالمي في الفيزياء. طبعا شاءت الظروف انه على مدى سنتين متتاليتين لم تتمكن سوريا من المشاركه. المره الاولى كانت في البرتغال منذ سنتين، والسبب هو عدم الحصول على الفيزا، كان في مشكلة ما قدروا طلابنا يحصلوا على الفيزا فما شاركوا. السنة الماضية كان الأولمبياد في الأرض المحتلة، يعني في الكيان المحتل، فطبعا أكيد نحن لا يمكن أن نشارك في هيك أولمبياد، كمان ما شاركنا. هذا العام تم تحضير الطلاب للمشاركة بالأولمبياد العالمي اللي كان سوف يجري في ليتوانيا، ولكن مع انتشار مرض كوفيد-19 ألغي هذا الأولمبياد. فكان الحل أن نسعى للمشاركة بالأولمبياد الأوروبي، وخصوصا أنه تم الإعلان عنه عن بعد. طبعا فريقنا السوري لم يشارك بالأولمبياد الأوروبي من قبل، يعني هو اسمه أولمبياد أوروبي لكنه أولمبياد عالمي، لأن الدول المشاركة هي من جميع أنحاء العالم. في عنا بشكل خاص طبعا أوروبا، في عنا آسيا وأمريكا، وفي عنا من الدول طبعا العربية مشارك غير سوريا والسعودية. هلا الأولمبياد الأوروبي بالعادي يجري، كان يفترض كمان أنه يجري في رومانيا، ولكن كمان بسبب المرض وانتشاره في كل أوروبا تم تحويله إلى أولمبياد عبر الشبكة. تمام. فاشترك طلابنا، سجلنا لطلابنا وشاركوا، يعني حوالي من شتو حوالي أسبوع. و20 الشهر كانت الامتحانات، 20 و21، يعني عندنا امتحانين على مدى يومين. طبعا الحمد لله حقق طلابنا هذه النتائج الجيدة، فطبعا قدروا انه ينافسوا الطلاب وياخذوا مراكز ومراتب. أكيد. بين هؤلاء الطلاب اللي آتين من أقوى الدول في العالم. أكيد دكتور، خلينا نحكي كيف كانت التحضيرات وكيف كان انتقاء الطلاب، كيف تم، شو هي الامتحانات اللي أجريتوها للطلاب؟ خلينا نحكي بشكل مبسط. ماشي. هلأ أولا من ناحية التحضير، يعني أنا بحب أشير هون خصوصا للطلبة أنه التحضير للأولمبياد العالمي لا يأتي بين ليلة وضحاها، لا يأتي بين شهر وآخر، إنما يحتاج إلى فترة طويلة من التدريب تمتد على الأقل لمدة سنتين على الأقل. فالمثابرة على التدريب والإرادة والتصميم على تجاوز العقبات هي مفتاح النجاح في هذا الأولمبياد. امتد التدريب إذن على مدى سنتين. كانت هنالك ملتقيات نظمتها هيئة الأولمبياد، وطبعا التابعة لهيئة التمييز والإبداع في سوريا. إذن كانت ملتقيات قبل انتشار المرض، وفي الوقت نفسه كنا نقوم عبر الانترنت بإرسال تدريبات للطلاب يقومون بمتابعتها في منازلهم. طبعا لا ينكر بالإضافة لذلك، وهو الشيء الأساسي، هو الجهد الخاص الذي يبذله الطالب، التأهيل الذاتي للطالب. الفترة الأخيرة طبعا قسم من الطلاب كانوا في يمرون في امتحانات البكالوريا فانقطعوا عن التدريب، وفي الحقيقة هذه كانت نقطة سلبية في تدريبهم، لكن استمر التدريب مع طلاب 11 خلال هذه الفترة. بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة كان هنالك أمامنا 4 أيام، 5 أيام قبل الامتحان،
فخصصنا 4 أيام للتدريب ولإعادة نقول إدخال الطلاب في جو المسابقات العالمية. نعم، فإذا هذا من ناحية التدريب. هلا كيفية اختيار الطلاب؟ النقطة الثانية اختيار الطلاب تم من خلال امتحانين جريا في آذار الماضي. طبعا الفترة مبكرة أو التاريخ مبكر، سبب أنه التسجيل في الأولمبياد العالمي يقتضي أنه نعطي الأسماء في هالفترة المبكرة. طبعا تم الاختيار 5 طلاب من خلال امتحانين كتابيين على مدى 2 يوم متواصلين، مدة كل امتحان 5 ساعات، وبعدها تم اختيار هؤلاء الطلاب. وفي الامتحان العالمي جاءت النتائج بشكل مقارب تقريبا متوافقة مع نتائج الانتقاء، يعني من حيث ترتيب الطلاب. نعم. دكتور، خلينا نحكي بشكل مفصل عن أجواء الامتحان كيف كانت، خاصة أنه الفكرة الجديدة اليوم عم نحكي عن امتحانات عن طريق الانترنت. نعم. امتحانات عن بعد بظروف صعبة، حتى يمكن حتى امتحانات العادية سمار شهادتين الإعدادي والثانوي كان فيها نسبة كبيرة من القلق، كيف عم نحكي عن أولمبياد عالمي أو حتى أولمبياد أوروبي؟ طبعا مؤكد انه هذا النوع من الاولمبيادات يجري للمره الاولى عن بعد بهذا الشكل، بخصوص كاولمبياد اوروبي. جميع الاولمبيادات الاوروبيه والعالميه حدثت عن مباشره بالسفر الى الدوله، اكيد هذا بيخلق جو خاص لدى الطلاب، ربما يزيد من توترين من قلقين. مع ذلك استطاع كما قلت الطلاب إحراز هذه النتائج. على التحضيرات لهذا الأولمبياد طبعا هي برعاية التحضير، طبعا هو منظم من قبل الهيئة التي تقوم بتنظيم هذا الأولمبياد، اللي هي المنظمة الأوروبية للأولمبياد، يعني فالأولمبياد الأوروبي. فهون استخدموا برنامج زوم، يعني بشكل مباشر بإمكان يشوفوا القاعة التي يجري الطلاب فيها الامتحانات، ويمكنهم أن يروا بشكل مباشر المدرسين أو الليدرز اللي تابعوا الطلاب، وهم يقومون بترجمة الأسئلة، لأن الأسئلة التي تطرح التي تأتينا هي تأتينا باللغة الإنجليزية. فهناك قاعة نجلس بها كقائدين للفريق تحت الكاميرا وهم يراقبون عن بعد قبل 3 ساعات من الامتحان. تمام. خلال هذه الفترة قمنا بترجمة الأسئلة، تبقى الكاميرا مسلطة على غرفة الليدرز أو قوات الفريق حتى يبدأ الطلاب بالامتحان. يعني بعد ما منترجم الأسئلة منطبعها كله تحت الكاميرا، نبعثها لغرفة الطلاب اللي هي تحت الكاميرا، ولا يمكننا نحن مغادرة الكاميرا مغادرة القاعة حتى يبدأ الطلاب بالامتحان. بعدها في نهاية الامتحان يجري تصوير الأسئلة طبعا تحت الكاميرا زوم، وترسل عبر الانترنت إلى الفريق المنظم في أوروبا. يعني كل ذلك هي محاولة لمنع أي طريقة من طرق الغش. أكيد. يعني فينا نقول أنه مراقبة مباشرة وكأنك في البلد المضيف. تمام. دكتور، خلينا نحكي عن الاختبارات، خلينا نحكي عن المضمون العلمي النظري كمان، خلينا نحكي عنه شو هي؟ إيه، هلأ طبعا في مجال الفيزياء يضم كل ما تعلمه الطالب في المرحلة الإعدادية والثانوية من فيزياء، يضاف إليه جزء مما يدرس في المرحلة الجامعية الأولى، يعني السنة الأولى والثانية هنالك جزء لا بأس به. طبعا المسألة هي ليست بالمعلومات فقط، وإنما بمنهجية التفكير. يعني الطالب من خلال التدريب يجب أن يكتسب منهجية في التفكير وقدرة على التفكير في مسائل يراها للمرة الأولى. فتخرج المسائل التي تأتي في الأولمبيادات العالمية بشكل عام عن النمطية التي يتعود عليها الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية. فكان دورنا بالتدريب إخراج الطالب من هذه النمطية، إيصاله لهذه المرحلة التفكير في مسائل من مستوى عالي ويراها للمرة الأولى، لم تطرح على الإطلاق من قبل. نعم. دكتور، في نقطة كتير مهمة، نحن عم نحكي عن فريق يمكن مثل ما تفضلت وحكيت قبل شوي لم يستطع الدخول في المنافسة نتيجة كونه في الأرض المحتلة. اليوم في ظروف جائحة كورونا، بالأعوام المقبلة
كيف ممكن، هل ممكن انه تعتمد طريقه طبعا. عن بعد نعم، يعني؟ هو سؤال طبعا سؤال صعب، لانه ما يتوقع، لا احد حتى الان يستطيع ان يتوقع اين سيذهب هذا المرض، مرض كوفيد 19. لحد الان سواء الاطباء والباحثين وغيرهم ما عم يستطيعوا يضعوا خطط للمستقبل مؤكده، بسبب انه لحتى الان ما في توقع كيف سوف يسير هذا المرض. هلا في احتمال، وهذا ما نأمله، ان يكتشف لقاح لهذا المرض، وفي هذه الحاله بيخلص الجميع من هذا المرض وبترجع المياه لمجاريها. نعم اكيد. في حال لم يتمكن العلماء والباحثون من الوصول الى لقاح او دواء مناسب، مؤكد ان هذه الاولمبيادات سوف تستمر عن بعد. أكيد. لكن دكتور خلينا نحكي عن الهدف الاستراتيجي للأولمبياد العلمي السوري، شو هو؟ هلا الهدف الاستراتيجي البعيد هو فينا نقول المساهمة بالارتقاء بالتعليم في سوريا، لأنه من خلال المشاركة بالأولمبياد العالمي نستطيع أن نكتشف مواطن الضعف والخلل في التعليم وفي البنية التعليمية السورية. طبعا أكيد الناس اللي بيشتغلوا بالأولمبياد على صلة بوزارة التربية وعلى احتكاك وتعاون مباشر مع وزارة التربية، وهذه التجارب الأولمبياد تنقل لوزارة التربية ويمكن الاستفادة منها. نعم. اليوم دكتور بالنسبة لمعنويات والطلاب كيف كانت؟ كيف عم يتم الدعم والتشجيع سواء من قبلكم أو حتى من أهاليهم؟ طبعا نحن طبعا أنا أشكر أهالي الطلاب كلهم، طلابنا بالأولمبياد وخصوصا الطلاب اللي شاركوا، لأنه يعني أنا أقدر قلق الطلاب على عفوا الأهالي على مستقبل أبنائهم، ويرون في النجاح في الثانوية العلمية السورية مفتاح أو باب الوصول إلى المستقبل. هلا هون أنا بشير أنه كمان النجاح بالأولمبياد يفتح أبواب كثيرة للمستقبل. تمام. هاي من ناحية أنه عندما تحصل على ميدالية على المستوى العالمي، هنالك على مستوى دول العالم كلها تقدم منح بدون مقابل للطلاب ليتابعوا دراستهم في هذه الجامعات. هاي من ناحية. هلا من ناحية ثانية، حتى لو الطالب مشارك بالأولمبياد العالمي وحتى لو ما حقق نتائج، فهو اكتسب خبرة، اكتسب معرفة، اكتسب منهجية تفكير. هذه المنهجية التفكير تنعكس حتى في حياته الخاصة، في حياته الاجتماعية، تنعكس في مستقبل عمله، في عمله مهما كان العمل الذي يمارسه ومهما كان اختصاصه. أكيد هذه التجربة هي تجربة غنية وبتفيده. أكيد. منتشكرك كتير دكتور. شكرا لكم. ومنشوف حالنا أكيد بالطلاب اللي فازوا، هذا فوز لكل سوريا، ومنشوفكم أكيد بحلقات قادمة وبفوز جديد أكيد دكتور. العفو، شكرا لكم. شكرا لك مرة تانية دكتور، تحيتنا لكل الطلاب ولكل المدرسين المساهمين بهذا الإنجاز. شكرا لك دكتور. شكرا لك.